السلام عليكم وأهلا بكم بالجزء الثاني من الجولة الأقوى على الإطلاق ما بين كبار لعبة الجنرال زيرو أور. الجيش تبدلت والمواقع تبدلت، وإذا فاتك الجزء الأول رح أطلق إياه بتعليق مثبت تحت بقسم التعليقات. موكر تشاينا انفنتري أخذ محل إكسكال وأخذ جيش إكسكال، الجيش تبدلت والمواقع تبدلت. ماركر أخذ محل بيكسايز صار جيل أي عادي، وفيفيد أخذ محل الدومينيتر وصار جيش تشاينا انفنتري، والدومينيتر اخذ محل فيفيد يو اس اي سوبر ويبنز، واكسكال اخذ محل موكر جيش تشاينا، وبيك سايز اخذ محل ماركر جي ال اي توكسين. النتيجه 1-0 لفريق اكسكال، وخلونا نشوف اذا راح يعني تتعدل النتيجه او راح يبقى التقدم لفريق اكسكال. البيك سايز مثل الجيم الماضي بيلعب بنفس الاسلوب وبنفس التكتيك، وماركر ايضا بنفس الاسلوب. تن المتقدم على ارض البيك سايز وتن المتقدم على الموارد. اما عن موكر جيش الصيني اعتقد راح يلعب طيران. اما عن البيك سايز متقدم جدا، تشاينا انفنتري على ارض الدومينيتر جميل جدا، بيعت ريد جارد ميني جانر وبيعت قوازف، خلينا نشوف، رائع جدا هاي الحركة من بداية اللعبة، يعني عم بيحرموا من السبلاي ومن الموارد من بداية اللعبة. هو دوزر 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 لحق يلغمها، أول دوزر راحت عند الدومينيتر طالما اتلغمت. فلاش بانك من الدومينيتر، الفلاش بانك رهيب ضد تشاينا انفنتري. تشاينا انفنتري مرة أخرى يعني بجيمات الون في ون وبجيمات السولو تشاينا انفنتري لا يقهر، كتير كتير قوي تشاينا انفنتري بهيك نوع من الجيمات. هلا كونه الخريطة صغيرة، خريطة ارمورد فيوري، وكونه الجيوش قراب من بعض فهذا عاطي ادفانتج حلو. اكسكال طيران حلو كتير، اكسكال عم يلعب طيران بشيل اول اوتبوست لموكر. كنت عم اقول طالما خريطة صغيرة فكتير كتير كتير يعني بيستفيد من الفاست رش فيفيد، كتير بيستفيد من هاي النقطة، وخصوصا هو تشاينا انفنتري. لاحظ انفاق البيك سايز عند اكسكال، واكسكال كيف بلش اكسكال مين عم يدروب؟ اعتقد اكسكال ما زال عم يلعب بالطيران. جيش الصيني العادي اكسكال مرة اخرى. بالنسبة لموكر ايضا عم يلعب طيران وعم يلعب هيليكس، وفيفيد ما زال موجود على فكرة بارض الدومينيتر، ما زال مصر على انه يفوت على سبلاي الدومينيتر. في شيء هون لاكسكال، جاتلينج لاكسكال وسبلاي لفيفيد رائع جدا. خلونا نشوف ماركر شو عم يعمل. ماركر تكنيكال حلو حلو حلو، رائع جدا ولكن فاضية ما فيها انتحاريين. اكسكال بالطيران مرة اخرى، اكسكال ليدافع عن الدومينيتر، والدومينيتر يتقدم الى ارض فيفيد. في موارد هون لفيفيد ايضا، في سبلاي سنتر لفيفيد واوت بوست حلو كتير، في هيليكس من موكر عم يلعب طيران. يعني جيم على فكرة جيم كتير معقد مثل الجيم السابق. موكر هيليكس اعتقد خسر اول هيليكس والميكس من اكسكال، الميكس في الوقت المناسب من اكسكال، رائعة الحركة وجميلة جدا. نزل له 2 هيليكس مليانين، يعني اظن كان لازم يلففهم على ارض الدومينيتر، ولكن الجنود في كل مكان. فيفيد عم بيحاول يفوت بالميني جانر ولكن لحد الان ما قدر يعمل شيء بالفاست رش. كل هالضغط وكل هالتضييق من بداية اللعبة ما قدر يعمل شيء على ارض الدومينيتر. اكسكال ما زال بيلعب بالطيران، فيفيد 2 وور فاكتوري حلو كتير، 2 وور فاكتوري ومعمل طيران حلو. اكسكال عم يضرب موارد فيفيد هون حلو كتير. دومينيتر هاي البنكر مهمة جدا بهي الخريطة، والخريطة صعبة على فكرة، صعبة كتير الخريطة لأنها مفتوحة، يعني من جميع الجوانب بدك تتوقع هجمات من جميع الأطراف. يعني حركة رائعة، حركة الطيران عند اكسكال، بيكن من فيفيد حلو كتير، حلو عم بيطلب مساعدة فيفيد، اعتقد عم بيطلب مساعدة. وموكر بالطيران ضربة جميلة لا بأس فيها، شال 2 همفي مع باين طبعا،
اثنين هامفي مع مثل ديفندر موكر، اثنين طيران حلو كتير حلو كتير. فيفيد خلونا نشوف فيفيد يعني صراحة أداؤه مش مثل الجيم السابق. الجيم السابق يعني من بداية اللعبة خلال الدومينيتر، صحيح انه طلع من بداية اللعبة وانتهى من بداية اللعبة، ولكن شال الدومينيتر وخفف عن رفقاته. يعني موكر ما زال في الهواء، لاحظ يعني لاحظ التعقيد. إكسكال ايضا ما زال في الهواء، اعتقد عنده اثنين مطارين، مطارين عند إكسكال حلو كتير، وحاميهم بالالغام طبعا. دومينيتر ايضا عم بيلعب طيران، اعتقد بده يلعب الفا ارورا طالما هو يو اس اي سوبر ويبنز. حلو كتير إكسكال، جميل جميل جدا جميل جدا. لاحظ هالضربة، واحد اثنين ثلاثة بثلاث مطارح من إكسكال، جميل جدا حلو حلو. ماركر، ماركر يتقدم، ماركر وموكر حلو كتير يتقدم الى ارض البيك سايز، رائع جدا رائع جدا. هجوم مبكر جدا على ارض البيك سايز. بيك سايز مثل ما قلنا يعني بيضل ناطر بيضل ناطر ويضل عم يبني وبيضل عم بيرتب ارضه وبينطر الفرصة المناسبة لحتى يهجم فيها، ولكن هالمرة ماركر، هالمرة ماركر سبقه مثل ما لك شايف بالكواد. الكواد مش مطور، ستوك كواد حلو كتير. بيك سايز، بيك سايز وضعه صعب. اين انت يا إكسكال، اين انت يا إكسكال؟ حلو حلو حلو، الضربة رح تكون رائعة من إكسكال في الوقت المناسب لو وقفتهم شلت كم طيارة. حلو، ولكن الاضرار كبيرة، الاضرار كبيرة بارض بيك سايز. موكر 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 حلو، موكر مرة اخرى يعني مستهدفين بيك سايز، هذا شيء واضح امامك، مستهدفين بيك سايز. جميل جدا وحركة صحيحة 100%، يعني بلش ببيك سايز، ماركر بلش ببيك سايز. يعني اذا المعركة بتصير 3-2 اعتقد راح تكون المهمة صعبة كتير على إكسكال وعلى على إكسكال والدومينيتر. 2-3 إكسكال مرة اخرى بالطيران، والميج مرة اخرى إكسكال يتألق بالطيران في هذا الجيم. والجاتلينجز، الجاتلينجز جميل جدا حلو. ماركر استغل البنكر واستغل الفرصة وحط الجنود. فيفيد ايضا عم بيلعب طيران، فيفيد ايضا عم بيلعب طيران، والالفا ارورا من الدومينيتر كما توقعنا. الالفا ارورا اسطورية ورهيبة جدا، الالفا ارورا. موكر موكر ضربة رائعة، ضربة رائعة من موكر، شال فيها مطار والفا ارورا، والالفا ارورا حرام حرام راح مطار فيفيد، راح مطار فيفيد. لاحظ الحماية من إكسكال، ولاحظ الفزعة الأسطورية من إكسكال. جميل جدا، جيم تعاون رهيب وجيم تنسيق عالي ما بين الكبار، ما بين كبار هذه اللعبة. يعني الفرق بين هاللعبة واللعبة الماضية انه فريق موكر يعني فاتوا على ارض الشباب، فاتوا على ارض موكر وفيفيد وماركر، ما كان في تنسيق، ما كان في دفاع. لا هون الموضوع مختلف، عند إكسكال الموضوع مختلف. لاحظ هون في دراجون تانك عند فيفيد، هون الموضوع مختلف. لا إكسكال بيدافع عن بيك سايز. موكر موكر مرة أخرى، موكر بالطيران ما عم لحق نحكي. أحداث الجيم سريعة جدا، أحداث الجيم فيفيد بالدراجون تانك حلو كتير. موكر والله عم بيلعب لعب أسطوري، وماركر ماركر مصر، ماركر مصر على الدخول إلى أرض بيك سايز. جميل جدا، اعتقد جاب وركر لحتى ياخذ الدراجون تانك، مهم جدا الدراجون تانك. كواد ضد جاتلينج، اعتقد الجاتلينج اقوى بكثير، جاتلينج اقوى بكثير. والطيران مره اخرى، الطيران مره اخرى من إكسكال. ماذا تفعل يا إكسكال؟ بيك سايز عنده انفاق هون حلو كثير، وصل لهون بيك سايز على فكره يعني مدمر تماما. بيك سايز مثل ما لك شايف ما عنده غير وور فاكتوري واحد، مدمر تماما بيك سايز. وإكسكال ارتيلري من إكسكال، ماركر ما رحم بيك سايز، وموكر ايضا، موكر ايضا يعني طياراته جاهزه، ناطرين ناطرين اي حركه من بيك سايز. خلونا نشوف الارتيلري حلو على ارض فيفيد. إكسكال يستهدف فيفيد، والالفا ارورا، الالفا ارورا مره اخرى على فيفيد. ايضا فيفيد على فكره 2-2 إكسكال والدومينيتر. إكسكال عبد الحق، اوه ضربه مره اخرى بالميج، بالميج مرة أخرى. إكسكال، إكسكال أسطوري إكسكال صراحة. بيك سايز مدين في هذا الجيم لإكسكال، فزعات أسطورية صراحة. أوه موكر، موكر تشاينا إنفنتري حلو كتير حلو. موكر وصل على أرض الدومينيتر، تعاون رهيب مرة أخرى. وفيفيد
الألف أرورة، الألف أرورة في الهواء على الجنود. لاحظ لاحظ جنود فيفيد، خلاص فيفيد خلاص، أعتقد دخل على أرض الدومينيتر. أول ألف أرورة، تاني ألف أرورة، حلو 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 كتير. أين أنت يا إكسكل؟ أين الطائرات يا إكسكل؟ حرام، انتبه انتبه انتبه، حرام 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 حرام. التروب كراولر راحت كب موكر، موكر يتقدم على أرض بيك سايز. رائع جدا رائع جدا أداء فريق موكر وماركر وفيفيد، يختلف تماما في هذا الجيم. لاحظ الطيران، ضرب رائع من موكر، ضرب رائع من موكر على جيوش إكسكل، بيشير فيها جيش الجاتلينجز. رهيبة رهيبة الضربة. وماركر خلاص، ماركر مسح أرض بيك سايز بالكامل، بيك سايز خلاص وأخذ السبلاي. إذا بيأخذ السبلاي أعتقد فيفيد موجود، فيفيد ما زال موجود من الطرف الآخر، بيك سايز عفوا ما زال موجود من الطرف الآخر، وفيفيد أيضا من الطرف الآخر ما زال موجود. والله الأداء غير، الأداء غير حرفيا. كاربت ما بعرف إذا ضربت كاربت، خلينا نشوف، أعتقد هي من موكر ضربت على أرض إكسكل. رائع جدا بيك سايز خلاص طلع من أرضه، موكر عفوا ماركر أخذ السبلاي، بيك سايز خلاص انحصر بهي المنطقة، وموكر يتعاظم مثل ما شفت، ثلاثة طيران لموكر وهاكرز أموره زي اللوز. وفيفيد أيضا على أعتاب أرض الدومينيتر، فيفيد على بعد أمتار قليلة من أرض الدومينيتر. حرام حرام الفلاش بانك، الفلاش بانك حرام حرام. دول تشاينا انفنتري على فكرة الفلاش بانك. ماركر بأرض إكسكل، أوه يا إلهي يا إلهي ماذا تفعل يا ماركر في هذا الجيم؟ كاربت حذاري، كاربت وموكر، موكر موكر ضربة أسطورية أخرى، ضربة أسطورية مرة أخرى من موكر على جيوش إكسكل. جميل جدا، الأداء مختلف تماما عن الجيم السابق، الأداء مختلف تماما عن الجيم الأول من جميع اللاعبين، من فيفيد ومن موكر ومن ماركر. لاحظ ماركر بيلع الخريطة، ماركر موجود في جميع أنحاء الخريطة. أعتقد المهمة كتير كتير صعبة على إكسكل والدومينيتر وبيك سايز. بيك سايز موجود ولكن بمعمل واحد، بوور فاكتوري واحد. لاحظ فيفيد، فيفيد كمان بيستغل البنكر، بيشيل آخر وور فاكتوري للبيك سايز. ومن ماركر، ماركر في كل مكان، في كل مكان ماركر. حلو كتير، لاحظ الدراجون تانك لفيفيد، رائع يا فيفيد رائع رائع. بقي على فيفيد لحتى بقي على الدومينيتر عفوا، اعذروني عم خربط بالاسماء. ست لاعبين، لاعبين كتار والجيم معقد جدا. لاحظ إكسكل مرة اخرى بالطيران، إكسكل 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 على جيوش ماركر. جميل جدا، هالمرة لم تنجح يا إكسكل، نجحت الضربة. اوه إكسكل has been defeated. اوه جميل جدا، تيم إكسكل بالكامل has been defeated، والنتيجة 1-1. وبشوفكم بالجزء الثالث من هالجيم. ما تنسى الاشتراك بالقناة الثانية، الرابط في وصف الفيديو، والسلام عليكم.